سنه اولى وسنه ثانيه امتحانات اتسربت، والترم الثاني في سنه ثانيه من امتحانين في البيت، يعني ما درسوش. احنا ما كناش موافقين على ده اصلا، يعني هنقول انه عدوا اولى وعدوا ثانيه وثالثه، لا لا، احنا ما كناش موافقين من النظام من سنه اولى اصلا. ولا كنا مبسوطين ان هم امتحنوا في البيت، ولا كنا مبسوطين ان الامتحانات اتسربت، ولا احنا قابلين بالاوضاع دي كلها. بس عاوز اقول هو الكلام خلاص عدى، فاحنا دلوقتي في اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، انا طالبه بس طلب منه ما يظلمش. انا نفسي النتيجه تطلع، ما فيش حد في ولادنا يتظلم، ما فيش اي حد فيهم يشوف حاجه وحشه، لان احنا جربنا ثانويه عامه قبل كده من 3 سنين. المستقبل بيتبني عليه عمر. برضه نفس الوضع، برضه بنتي ذاكرت وعملت اللي عليها، وبرضه اتظلمت في النتيجه. معلش الفاشل هو اللي بيجيب نتيجه كويسه واللي بيقعد يضحك. انا مش طالبه منه حاجه الا العيال ما تتظلمش، لا في نتيجه ولا في تنسيق. بطلب منه كده، مش هنقعد نقول له غير وما غيرش، لان ده عدت، ما خلاص هي خلاص عدت. مهما هنقول مش هنعمل اي حاجه خالص، مفيش حاجه بعد اذن حضرتك هتتصلح او هيرجع في قراراته تاني، وزي ما بيرجعش في قراراته. انا بطلب منه بس يعني يراعي الاهالي شويه، مش العيال كمان. لو انت شفت شكلهم دلوقتي هم طالعين، ده كمان من امبارح. لا لا، وهم من المنازل اللي طالعين امبارح، هم داخلين. مش قادر اقول لك هم داخلين ازاي. انا في عربيه وقفت قدامنا هنا ماشي، عايزه اقول لك ان باباها فضل يا بنت ترتعش، اقسم بالله انا شايفاها من الازاز، البنت تعمل كده بصوابعها وترتعش، وباباها عمال يهدي فيها نص ساعه ومش عايزه تخش الامتحان. والله العظيم نمنا من امبارح حضرتك قسما بالله، وعياط يعني، وقعدت اقرا لها قران، والله صلي وقولي يا رب وما تخافيش يا حبيبتي، والله ان شاء الله يبقى خير. فيا ريت اللي ذاكر وتعب ما يضحش تعبه بس على الارض، يا ريت. احنا بطلب منه الطلب ان شاء الله ما يظلمش حد، ولا في نتيجه ولا في تنسيق. قد اللي انا طالباه والله العظيم. الاهل هي اللي تعبانه اكتر من العيال، يعني يرحمنا احنا قبل العيال، يكون عنده رحمه لينا بقى، مش عايزين اكتر من كده. كان حاله توتر وقلق يعني شديد، يعني من بعد العلم ده العيال داخله مفيش امل اصلا، يعني خايفين لدرجه اللي هم خلاص احنا كده شايلين عربي عربي. احنا قلنا لهم اعملوا اللي عليكم بقى على ربنا، ايدهم وخلوا اعصابكم هاديه، وانتوا عملتوا اللي عليكم، وربنا بقى معاهم يا رب. يا رب ربنا يوفقهم يا رب. هو كان النظام ده المفروض كان يتطبق، ايه هو غير من الابتدائي، كان مش ابتدائي اعدادي ثانوي، لازم هو ما كانش غيرها من دلوقتي.